بغيت نقول لكم بلي انا فخور بالمنتخب ديالنا لعب هذه المقابله هذه بكل جديه. وهنا في الحقيقه عندنا لاعبين في المستوى لعبوا مزيان تقاتلوا كيديروا المجهود ديالهم وكمال الله سبحانه وتعالى وما كرهناش يشرفونا ويشرفوا البلاد ديالنا ويزيدوا بهذه الكره هذه القد بحال اللعابه القدام. السلام عليكم مشجعين ديال المنتخب الوطني. اليوم شرفنا المنتخب الوطني بالفوز ديالو على ماليا ديال الجزائر وكان الحمد لله فوز مستحق 100%. واخا كانوا شويه ديال لي فوت ولكن داز الماتش الحمد لله مزيان يفرحونا. انا فرحان بزاف فرحان بخير والله بخير اللي خرجوا واحد الزيرو وفرقه صعيبه بزاف مزيان الله يكمل عليهم الله يوفقهم الله يوفق. وانا قبل كل شيء زعما كنبغي نهني الشعب المغربي كافه بالتاهل ديال المنتخب الوطني المغربي الثاني. المقابله ما كانتش سهله كما كتشوف الجميع كانت مقابله قويه وكان المغرب الحمد لله كان ند المنتخب الايفواري اللي ما بينش الاسلحه ديالو في هذه المقابله. وكنهنيو المنتخب المغربي والشعب المغربي ومبروك عليكم كاملين ان شاء الله. فرحانين بزاف دابا المنتخب الوطني صعد الدور الثاني وماشي على شي منتخب سهل مع منتخب كوت ديفوار. هذا ثاني ماتش على التوالف نشرف الثور وديما مغرب. شكرا ديما مغرب. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.